انا جربت افتح كل الاوض بتفتح ما عدا الاوضه دي. الاوضه دي الاوضه دي الاوضه دي مالها؟ الاوضه دي مقفوله بقالها سنين يا بيه، سيبك منها. الاوضه اللي جنبها دي بتاعت ابوك الله يرحمه اللي كان بينام فيها. الله يرحمه. اللي جنبك ده السلم اللي بيطلع فوق على اوضه الخزين. تعال معايا يا بيه. الاوضه اللي هناك دي بتاعت جدتك لما كانت بتيجي تبات فيها برضه رحمه الله عليها. الله يرحمه. الاوضه اللي جنبك. خلاص يا عم، هو انت ايه تور جايد هتفسحني في قلب القصر؟ انا عايز اوصل لاوضتي. مش بشرح لك ملكك يا بيه. يا عم ابقى اشرح لي اللي هيجي يشتريه. بس انا لقيت اوضه اهي. شوف يا بيه، ايه ده يا بيه؟ هو سعادتك بتنام في اوضتهم مسافرين؟ ما هم مسافرين، انا بنام مكانهم. اللي يريحك يا بيه. خد يا عم عابدين، رايح فين؟ ما اكتر من كده، هدخل مع سعادتك الحمام. انا مشيت مع سعادتك القصر ده كله ما لقيتش حياته حاجه. خليك واقف هنا امام برضه. ماشي يا بيه. عمو عابدين ما تقلقش يا بيه، داني ادخل. استاذ الهام، في واحد اسمه بينو بره عايز يقابل حضرتك. مين؟ بينو، بيقول ان هو موكل عند حضرتك. انا عندي بينو؟ خليه يدخل لما اشوفه. شوقي ده مستر شوقي يا بنتي. اتفضل اتفضل مستر شوقي، اتفضل. شوف مستر شوقي يشرب ايه. وما خلاص يا استاذ، 8 شوقي في 3 ثواني. بينو، اسمي بينو. شوفي مستر بينو يشرب ايه، حلو كده. شكرا، مش عايز. ميرسي. ايه اخبارك ايه واخبار القصر ايه؟ جميل جدا، انا ما كنتش اعرف انه بالحلاوه دي. شفت، مش قلت لك؟ عندك حق. مبسوط فيه؟ مبسوط جدا لدرجة ان عايز ابيعه. ايه ده انت لحقت؟ اصلا لفيته حتة حتة لحد ما زهقت، وانا بزهق بسرعة جدا، زهوقة جدا. عموما ده مالك وانت حر فيه. اه بمناسبة ان هو مالي، مفيش اي حاجة تثبت ان هو مالي؟ حاجة تثبت؟ اوراق يعني؟ اوراق، عقد، سندات، اي حاجة. سندات؟ سندات اه، تثبت ان انا صاحب القصر. قصدك مستندات؟ سندات مستندات اللي عندك هاته. عموما اديني مهله اجهز لك الاوراق، على ما تجيب المشتري اكون جهزت كل حاجه. يعني ابدا اعلن عن بيع القصر؟ ابدا اعلن، وانا كلها يومين بالكتير واكون جهزت كل الاوراق. والله يا عمنا انا كلمتي واحده، هتجيب لي السعر اللي انا عايزه عناية ليك. امين، استنى تليفونك. انت بتعمل ايه؟ هتبيع الشقه ولا ايه؟ اعملي لي كوبايه شاي بس. ما بكفاياك شاي، ما بتشبعش؟ انا ظهري تقوص في المطبخ. يبقى تنقطينا بسكاتك يا احلام. الو يا ابو عمار، اخبار معاليك؟ شفت لي مشتري؟ وانت قلت له ايه؟ تمام، خلاص بقى ما تريحوش، سيبه كده شويه لغايه ما نعرف هنعمل ايه في الموضوع. اكلمك تاني. خير يا دكتور؟ طمني. سيف كويس؟ هو في حد زعله او ضايقه؟ حد عمل له حاجه في المدرسه مثلا؟ بتبصيلي كده ليه؟ أنا السبب يعني؟ في إيه بس يا أستاذ كريم؟ خير؟ إيه اللي حصل؟ وأنا ما ينفعش أربي ابني؟ لو غلط ما ينفعش أعاقبه؟ لا حقك طبعًا، بس هي الطريقة بتختلف. عمومًا أنا كتبت له دواء هنا، هو إن شاء الله هيبقى كويس. مع الدكتور يا أشرف. إيه؟ هتفضلي بصلي كده كتير؟ مكبرة الموضوع قوي على فكرة.